تنضم إلينا مرة أخرى على الهاتف المنسقة العامة لمنتدى الشباب العالم أستاذة بسنت ضياء. كنت أتساءل عن رؤيتك لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى الشباب العالم في شرم الشيخ. مساء الخير، ازاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. الحقيقة أن ده نجاح كبير جدا لمنتدى شباب العالم، ودليل أن هو قدر يوصل للشباب من خلال الاهتمام بموضوعات بتهم الشباب. فالتأثير اللي أحدثه منتدى شباب العالم خلال الأربع نسخ اللي فاتوا، ومنتدى شباب العالم كمان في نسخته الخامسة اللي بتتنفذ دلوقتي لكن في شكل مختلف، اعتمد في الأساس على أنه يكون دايما في نماذج محاكاة بتضم الشباب، سواء من تطور المنتدى من بدايته في المؤتمرات الوطنية للشباب كان دايما في نموذج محاكاة بيكون بيتم عقده يعني داخل المؤتمرات الوطنية، كانت بتناقش طبعا يعني نموذج محاكاة في الدولة المصرية. وبتطور المؤتمرات دي لمنتدى شباب العالم ضمت نشاط مهم جدا جدا، وهي نماذج محاكاة الأمم المتحدة. احنا خلال النسخ الأربعة اللي فاتوا عملنا أكثر من نموذج محاكاة، كان أولهم لمجلس الأمن الدولي، وكمان لمجلس حقوق الإنسان تبع الأمم المتحدة، وكان في برضه قمة أفريقية عربية والاتحاد من أجل المتوسط. فموضوعات مختلفة، موضوعات مهمة جدا جدا بتشرك الشباب في صياغة مستقبلهم وفي وضع رؤيتهم في موضوعات دولية. وتخيلهم ايضا لمراحل صنع القرار العالمي. نعم، لكن برايك ما هو تاثير قرار الجمعيه العامه للامم المتحده على فعاليات منتدى الشباب في المرحله المقبله؟ كيف سيكون؟ الحقيقه دي مش اول اشاده او قرار يطلع يعني بيقر او بيشيد بمجهودات المنتدى. احنا في اكثر من قرار يعني تم اعتماد المنتدى فيه من خلال الامم المتحده، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتمد المنتدى كمنصه للحوار بين الشباب، وكمان مجلس حقوق الانسان اعتمده كمنصه بتناقش قضايا الشباب سياسيا واقتصاديا كمان. الحقيقه ده هيأثر بشكل اكيد ايجابي جدا جدا، لانه ده بيرسخ فعاليه المنتدى وتاثيره القوي جدا جدا. احنا في الفتره دي من بدايه النسخه الخامسه واطلاق المبادرات السته للمنتدى، كان في شراكه كبيره جدا جدا وبين منظمات الامم المتحده هنا في مصر ومنظمات دوليه اخرى ومنظمات وطنيه طبعا. وده بيلاقي يعني انه في رؤيه مشتركه لفعلا لدعم الشباب بشكل واقعي. نعم بالظبط. فاحنا من خلال المبادرات اللي احنا اطلقناها سواء منصه التطوع، التعلم، الكسب، كمان في مبادره بتهتم بدمج ودعم اللاجئين والمهاجرين في مصر والصحه النفسيه طبعا والامن الغذائي، يعني الموضوعات كلها بتهم الشباب وبتتقاطع مع يعني تهم الشباب وتدمج الشباب ايضا في صناعه القرار والمشاكل المختلفه سواء كان على المستوى المحلي او المستوى العالمي. المنسقه العامه لمنتدى شباب العالم بسنت ضياء، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.